يلا نعمل وايت صوص بالجمبري ونشوف الشطاره مع بعض. عارفه ان المكان هنا غريب عليكم، بس انا بقالي كتير قوي متمرمطه وبقالي كتير قوي باكل من بره، وانا ما بحبش اكل من بره، فقررت ان انا النهارده هدي نفسي اجازه وهقعد اروق على نفسي. يلا بينا. اول حاجه جبت الطاسه بتاعتنا وحطيت فيها معلقه كبيره من الزبده وسيحتها. هاخد دلوقتي معلقه صغيره من الثوم واحطها عليها واشوحها معايا. شميت بس يا دوبك ريحته، اتشوحت تشويحه بسيطه، وبعد كده هبتدي انزل عليه بالجمبري بتاعي وابتدي ان انا اشوحهم مع بعض عشان خاطر الثوم ما يتحرقش في الاول. هي تشويحه بسيطه بس. زي ما المكرونه بتتسلق وفي زي ما الجمبري بيتشوح، هنا عندي قطعت فلفل الوان وكمان فلفل حراق للناس اللي بتحب الحاجات الحراقه، والخطوه دي كمان بقى خطوه اختياريه وهي المشروم. انا من الناس اللي بتعشق حقيقي المشروم، لو انتوا ما بتحبوش فما تحطوش، انا بالنسبه لي بعشقه. تاني عشان انا بحبه. شاي سلطه. اوكي 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 اوكي. والجمبري بتاعنا بيتشوح وهو على النار، هاخد معلقه صغيره كده من الكزبره تديله طعم روعه بجد. بس كده كده وهشوحهم بقى معاه. شايفين التشويحه القمر دي؟ ما تكتروش عن كده عشان خاطر الجمبري ما ينشفش مننا. هحطه بقى هنا كده في طبق لوحده بره. اما اللي باقي ده هحط عليه معلقه زبده وهشوح فيه الدقيق. زي ما احنا شايفين كده حطيت معلقه زبده حلوه قوي كده، وهاخد عليها حوالي معلقتين لمعلقتين ونص من الدقيق، وهبتدي ان انا اشوحهم مع بعض على النار عشان اعمل الصوص بتاعه. ممكن بقى في نفس الطاسه اللي انا شوحت فيها الجمبري بعديه على طول ان انا ابتدي اشوح الخضار، او في طاسه تانية انا خدت الباقي من الصوص بتاع الجمبري وحطيت عليه معلقه زبده، واول حاجه هبتدي ان انا احطها تتشوح هو الخضار. المشروم هخليه شويه بعد ما الفلفل يتشوح. دلوقتي بقى بعد ما عملنا الدي مع الزبده، طبعا دي خطوه اللبن، بس انا هقول لك على خطوه تانية هتودي الطعم في حته تانية خالص بجد والله. وهي الخطوه دي لو الجمبري عندك بالراس بتاعته او بالجسم بتاعه لسه ما تقشرش، فانا قشرته خدت الجسم بتاعه وغليته مع ميه، وعايزه اقول لك بيودي الطعم في حته تانية خالص. انا هضيف لبن، بس هضيف حبه صغيره مش هضيف كتير، بس هعتمد اكتر على الشوربه بتاعه الجمبري نفسها، بجد مخليه الطعم تحفه. يعني دي مش اول مره اجربها، بس لما جربتها اعتمدتها بعد شوربه الجمبري. فانا هضيف حبه صغيره خالص من ميه سلق المكرونه عشان خاطر الصوص يتقل معايا شويه، مش هحتاج اكتر من كده. اللبن بقى عندك دلوقتي اختيار، يعني حابه تحطيه اوكي، مش حابه تحطيه براحتك، انا اديتك حاجه بديله ليه، بس انا هحط حبه صغيره طبعا عشان خاطر ايه اخلي الطعم حلو قوي. بس بعد كده هديهم غلوه مع بعض، وبعد ما يتقلوا شويه هبتدي بقى انزل بالمكونات بتاعتي. خطوه حلوه قوي لو عندك حطيها وهي معلقه قشطه بلدي كده عشان تودي معاك الطعم في حته تانية خالص. شايفين الحلاوه؟ شايفين الالوان؟ يا سلام يا سلام. الصوص بتاعي تقل شويه، هنزل بالخضار عشان خاطر ياخد كده غلوه جواه، وكمان هنزل معاه بالجمبري. ياخد بقى غلوه ويتقلوا مع بعض، واخر حاجه هنحطها هي المكرونه. رشيت كده حبه ملح وحبه فلفل ورشه بابريكا، دي طبعا اختي. انا بقى اللي هيودي معاكم الطعم في حته تانية وهم حبه الزعتر دول. عايزاكم تشوفوا لي الالوان ولا الريحه من قبل حتى ما احط المكرونه. تعالوا بقى نحط المكرونه مع بعض ونسيبهم على نار هاديه كده ايه مع بعضيهم مع بعضيهم. مش هكتر مكرونه قوي عشان خاطر ايه نستمتع بالصوص بتاعها. سامعين لي الصوت؟ سامعين الصوت؟ شوفوا لي الشطاره والحلاوه والريحه والريحه والريحه. لا استنوا استنوا نظبط الكاميرا الاول. معلش بس انت تشوف كده ايه الالوان مع بعض. شوفوا كده الالوان معايا. يا سلام والله. ناقصه حاجه واحده بس، ناقصه حاجه واحده بس، هي يا رشه خضره من فوق يا رشه زعتر. فانا ما عنديش خضره، فانا هرش رشه زعتر كده من فوق تدينا طعم وريحه وشكل
حلو كده، حلو. بس استنى نزود شويه كمان، والله نزود شويه كمان اهي. مش عارفه امسك، لا لا مش عارفه. ندوق بقى مع بعض، انا كده كده ضايقه بس معلش ندوق تاني. سخنه والله ما في كلام يتقال، مش عشان انا اللي عاملاه بس، والله ما في كلام يتقال. تسلم ايدي، يلا سلام.